شو عملتي نانديني؟ شو اللي عملتيه على المسرح من شوي؟ انت بتعرفي انه عنا بس فرصة واحدة؟ بس فرصة واحدة لحتى نربح ميوزيكانا، لحتى نكسر الفاب فايف، وانت ضيعتي كل شيء. بتعرفي انت اناني؟ انا غلطان، ما كان لازم فوتك على فرقتي اصلا. نانديني شو صاير معك؟ انت بتعرفي قديش مهمة ميوزيكانا إلنا؟ ليش عم تبكي هلأ؟ أكيد في شي مو منيح صاير، قولي لي شو صار، لا تبكي. نانديني نانديني روشن هي روشني كچھ کم گیلی ہے بارش تھم سا گیا ہے یہ وقت ایسے تیرے لیے ہی ٹھہرا ہو جیسے कुछ कम रोशन है रोशनी कुछ कम गीली है बारिशें कुछ कम लहराती है हवा कुछ कम है दिल में ख्वाहिशें थम सा गया है ये वक्त ऐसे तेरे लिए ही ठहरा हो जैसे بعدك ما عاد زعلك ابدا اذا اذيتني مره ثانيه ما رح سامحك ما رح سامحك ما رح سامحك روشن ہے روشنی کچھ کم گیلی ہے بارشیں کچھ کم लहराती है हवा कुछ कम है दिल में ख्वाहिशें थम सा गया है ये वक्त ऐसे तेरे लिए ही ठहरा हो जैसे ديروف تأخرت دورنا هلأ تعا لازم تروحوا على المنصة يلا كابير خليك جاهز طبعا مثل ما بتعرفوا انه قواعد المسابقة صعبة والمنافسة كتير شديدة صار وقت تبلش الفرقة الجاية جمهورنا الكريم خلينا نرحب بفرقة رطوة We'll be right back.
يلا رد على التليفون، لازم حاكيك ضروري. رد يا زفت. ناديني خليت فرقتها تخسر، ما بدي اعمل نفس الشيء بفرقتي. कभी वो नहीं हुआ सोचा था जो हाँ ये वो ही हो गया सोचा था कभी ना जो कभी वो नहीं हुआ सोचा था जो हाँ ये वो ही हो गया सोचा था कभी ना जो ما تتوتري، لا تخافي، كلنا معي. أنا آسفة آليا، أنا آسفة، بدي أدويتي. اهدي آليا، ما فيني أطلع على المسرح آليا، ما عاد فيني أتحمل. روقي آليا، بدي أدويتي، ما عاد فيني أتحمل. بترجاك رد علي، يلا. أستاذ راغب، موكتي انتي قدا. انا اسفه آليا، بعتذر، انا بحاجه لادويتي رجاء، ما فيني اقدم العرض وانا بهي الحاله، مستحيل اطلع على المسرح وانا هيك. لا فيكي موكتي، خدي هدول. خدي كل معركة لحالة موكتي، واليوم لازم نقاتل للفوز. يا الله، لو حطيت عقلي براسي ما كان لازم احكي مع نانديني اي شيء قبل العرض. انتزع كل شيء، العرض رح يبلش. ركز، ما نو سهل ابدا، روح وخليك جاهز وانا رح اتفقد البكره. لوين؟ لك ردي، شو عم تعملي؟ يلا انزلي. فهميني شو عم تعملي هون، ها؟ يعني إذا خربتي عرضك وخسرته ما شرط تخربي عرض فرقتنا، يلا روحي من هون. ما تخاف، ما رح أوقع، ما رح انكسر حتى. أنت بدك تأذيني بس ما رح تقدر، فهم هالشي منيح وبكل وضوح. أنت أثبتت أني غبية، بس لا، أنا كتير فخورة بحالي، وإذا مفكر إنه هي نقطة ضعفي بتكون كتير غلطان. هاي مصدر قوتي، لهيك انت خايف. ما تخاف، ما اجيت لهون حتى اعمل فضيحة، ما رح انزع لك عرضك اليوم ولا رح خرب لك حياتك. ايه فهمت شو قصدك. لو سمحتي ما بدي اسمع محاضراتك المزعجة، وهلأ روحي، عندي مسابقة لفوز فيها. هذا السبب قبل العرض انت قلت لي كلام عكس كلامك هلأ، حتى ما يكون فيني أقدم.
مزبوط امبلا قلت هيك كان لازم اعمل هيك بوقت مناسب لهيك حكيت هالكلام شو فكرتيني غبي اكيد كان لازم اختار وقت مناسب انت حدا كتير لئيم ماني مالهوترا كتير سيء وكتير اناني حتى لو فزت بميوزيكانا ما رح تفوز بالحقيقه مو حاسس بهالشي تعرف انك تعاملت معي بطريقه مريضه كوتش كم روشن هي روشني كوتش كم جيلي هي وحتى لو فزت بالمسابقة رح تضل فاشل لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها. شو الخطة ماني؟ الخطة أنا كبيت عليك شوية قشر بردقان بس أنت وقفت الباص كله. مرحبا أنسة. طلعي الكل واقف مو بس أنا بدك نظارة يبدو لو سمحت ايه؟ ليه الطريق مسدود؟ صار انهيار بالتربة وبده وقت ليتصلح في شي طريق تاني؟ لا ما في غيره الظاهر انه كلنا مجبورين نضل هون اليوم في بيت للضيوف ليكو معنا بعيد فيكن تجوا معنا اذا بدكن او انطروا بالباص بيت للضيوف من هون ماني في بيت ضيوف قريب سمعت أنا كنت هون وقت حكى ماني ملهوترا عن جد برافو أنا حافظتك أنت الوحيد يلي ممكن يخطر له هيك فكرة أنت يلي عملت هي الخطة شو؟ أي كان معي حق موكتي شو صاير؟ آليا برجع أنا بعرف هذا كله شغلك أنت جاي قبل ودافع للعمال ما هيك؟ أنسي نانديني بعتذر لأنه كل شي ببالي غلط أنا ما عملت شي شو مفكرة؟ أنا ما عندي شي أعمله؟ وفاضي إنزع الطريق؟ ما تحاول تلف وتدور أنت فيك تعمل كل شي طبعاً بقدر أنت اليوم اكتشفتي السر تبعنا نحن خارقين ومالنا من هالكوكب الصراحة هو سوبرمان وأنا باتمان ولحتى حفر الطريق استخدم الليزر تبعه أما أنا زرعت كل هالشجرات وشوفي هاي الشاحنة لجدي بس أنا جبتها لهون لأستخدمها صحيح كبير كوكبنا كيفه كان معي حق أنت هون على نفس الطريق واو معنى قليلة شفتيني من بعيد كتير وبتقليلي مو مأثر فيكي؟ غريب من عقلك هارشاد؟ أنا بحس بالمشاكل من مسافات مبارح كنت عم تلحق نافيا بس اليوم شو حشتك؟ فيك تقول إنك ما عم تتجسس على الفاب فايف؟ خلص موقتي انتي ما بتملي؟ نفس الأسلوب مرة تانية بكفي جربي شي جديد كوني مبدعة على كل حال لحتى خبرك أنا رايح على مانجلور لأحضر ورشة الموسيقى يعني مثلكم ومين اللي قالك تروح؟ نفس الشخص يلي عزمكم تروحوا نيونيكا عملت هالورشة لقلنا نحنا ليه لتعمل هيك مشانك؟ شبك موكتي انتي بتعرفي نيونيكا مستحيل تعمل شي لإلي هاي دعوة مفتوحة لكل طلاب أكاديمية الفضاء وأنا واحد منهم لهيك ما بظن إنه لازم انطر منها دعوة خاصة هارشات أنا متأكدة إنك عم تخطط لشي مثل الأيام القديمة أنا لازم أعرف شو في براسه وشو عم تعمل هلأ؟ شو عم بعمل؟ ها؟ فيني أقول لك شو هو اللي ما عم بعمله؟ تعرفي؟
عم حاول ما ألحقك بس بتضلي تتهميني. ماني، أنت كتير عم تخليني عصب. أنا؟ بس مو إحساس حلو؟ بيضل أحسن من الزعل، ولا لا؟ شو رأيك؟ بدك تكوني زعلانة أو لا؟ بدك تكوني معصبة؟ بتحبي تعصبي؟ قليلي، بتحبي؟ تحسنتي هلا؟ أنا اللي حاسة، استنى. إيه؟ هادي اللي رح خليني أحسن بكتير، وحتى أكتر من قشر البردقان، صح؟ صح؟ شو هاد نانديني؟ هدي، اسمعي، بس وقفي. ليش لازم وقف؟ بكفي. آه ما ماني؟ ما رح وقف، خلص طولي بالك. ينجرحت ماني؟ على فكرة ما فيك تضلي معصبة لأن ضحكتك حلوة. ألو آليا؟ موكتي أنت وين؟ آليا اسمعيني، هرشاد هون، شفته بقلب سيارته بالطريق المقطوع. شو؟ شو عم يعمل هون؟ المهم أنت وين؟ لكني وراكي جاي. انتظري. ماشي. آليا انتبهي. كان قريب كتير. آليا أنا آسف ما قدرت الحق الإشاط، وكأنه غالي كتير. آليا بسيطة بسيطة، ما صار شيء. روحي. صار لك شيء؟ أنت منيحة؟ رؤي بسيطة، ما مشكلة. آسف يا أنسة، إيدي كانت عرقانة لهيك زحر. آسف؟ بترجاك سامحني، بترجاك. بسيطة، آسف. مو مشكلة، الأنسة منيحة. آسف. امشي. شكراً، هاد واجبي، ما قصرت. أريمان دائماً بتتدخل لتنقذنا، لهيك شكراً. عشو عم تشكروني؟ يمكن أنا محظوظ. بتعرف؟ واحدة ورا الثانية عم يزيد إعجاب الفاب فايف فيني. بس أريمان أنت شو عم تعمل هون؟ لقيت مكتوب على لوحة الجامعة إنه ورشة موسيقى كلاسيكية بمانجلور، أنتوا مو رايحين؟ على فكرة أنا كتير كنت متحمس، بس هذا الطريق انقطع. وأنتوا وين رايحين؟ على الورشة ولا تسلاية؟ أنت قلنا إنه نحن هون بسبب الورشة أو الورشة هنيك بسببنا؟ يعني اللي عم فكر فيه إنه حتتأجل الورشة من شاننا؟ لأن نحن تأخرنا من ورا هالطريق المقطوع؟ لهيك شباب بيت الضيوف هون قريب، خلينا نروح ونقعد فيه لأنه شكلنا مطولين. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.